لماذا التوحيد أولا؟ لأن هذا منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Ook die haat die soms wordt gezaaid, het is echt heel problematisch. Sectarisme, wallahi, is echt een probleem. En ik hoop echt dat we in Nederland op een gegeven moment naar een ander niveau toe kunnen. Als het gaat om dit soort geschillen. Dit soort geschillen bestaan nu al vele, vele eeuwen in de umma. Jij of ik gaan deze niet wegnemen. Jouw sheikh of mijn sheikh gaan deze ook niet wegnemen. Dus we zullen er echt op een bepaalde manier mee om moeten gaan. We zijn het niet eens op dat gebied, prima. Zullen we misschien ook nooit worden, ook goed. Maar... Dit betekent niet dat je een persoon nu, dat een leraar een persoon, zijn studenten nu moet gaan leren van die mensen moet je gaan haten, die mensen moet je gaan verafschuwen, die mensen moet je gaan. Dat is namelijk niet hoe de umma is omgegaan met deze zaken. Dat is niet wat onze klassieke geleerden tot de dag van vandaag hebben gedaan. إذا أردتم منهج السلف فارجعوا إلى مصادره لتجيبكم على هذا السؤال. ارجعوا إلى شرح السنة للإمام البغوي. ارجعوا إلى المجلد الأول منه. وأعتقد أنه تكلم على هذه القضية في صفحة 227 أو 28. قال اتفق السلف من الصحابة والتابعين وما بعدهم على بغض أهل البدع وهجرانهم. احنا ما نحبهم، لكن يدعون الله بالحكمة والموعظة الحسنة نغضبهم لله لأنهم خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله وخالفوا عقائد أهل السنة والجماعة القائمة على كتاب السنة وحاربوها ونابذوها. أن نقابلهم بالحب على هذه الأفاعيل؟ هل يستحقون هذا؟ ليس لهم إلا البغض، لكن إذا بغضت ماذا تصنع؟ تسعى لإنقاذهم. بغضك لهم يعني منطلق من هوى أو منطلق من عقيدة ومنهج. الإمام مالك احتج بقوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، على بغض القدرية وأهل البدع. وأهل البدع لأنه لهم نصيب من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر. هم يحبون السلفيين؟ هم يحبونهم؟ أنا أسألكم. بارك الله فيكم. احتج مالك والمالكية بهذه الآية على بغض أهل البدع وعلى أن لا نتخذ من بطانة. فقوله رحمه الله: يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يبغض من أحدث في دين الله ما ليس منه. لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه وإيش ويحب من وجه آخر، لكن بدعته تبغض بكل حال.
إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أبغاني لو كنت أعمى المقلتين لشرني كي لا يرى إنسانكم إنساني.